أهلا بكم من جديد. تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظمت مؤسسة ناصر بن حمد بطولة سبارتان الذي تعد أحد أشهر سباقات التحمل والقوة، وذلك في حلبة البحرين الدولية للسيارات والمنطقة المحيطة بها بمشاركة متسابقين من البحرين والمقيمين. يعد سباق سبارتان من السباقات الصعبة المليئة بالمغامرة والتشويق، حيث يتضمن العديد من العقبات التي تصعب على أكثر المشاركين وتجهدهم مهما بلغ درجة احترافهم وممارستهم لرياضات المغامرة والتحدي، ويسعون جاهدين لتخطيها نظرا لتعددها واختلاف مستوياتها. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أهمية تنظيم مثل هذه البطولات التي يشارك فيها نخبة من المشاركين البحرينيين والمقيمين، خاصة وأن هذه البطولة تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين وتقوية شخصياتهم وغرس القدرة على قهر الصعاب فيهم وتخطي التحديات للوصول إلى الهدف المنشود لهم. هذا وأشار سمو أن تنظيم هذه البطولة يأتي انطلاقا لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل عام ورياضة العقبات والتحديات على وجه الخصوص، كونها غير محصورة بفئة عمرية معينة، مشيرا إلى أن مؤسسة ناصر بن حمد تولي اهتماما خاصا بفعاليات التحدي التي تشهد تناميا واكتسبت شعبية كبيرة وزاد عدد ممارسيها في المنطقة بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص، وهو الأمر الذي اتضح من خلال المشاركة الكبيرة. وقال سمو إنه مع تنظيم بطولة سبارتان نحرص على إضافة عقبات جديدة في السباق لزيادة الإثارة والتحدي في المنافسة، حيث يتعلم المتسابق من هذه الرياضة الصبر وقوة التحمل. وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره الكبير للمشاركين في البطولة وحرصهم على إثارة مختلف جوانبها عبر التنافس المثير بين الجميع والتعاون من أجل تخطي التحديات والوصول إلى خط النهاية والذي يعتبر هو الهدف من وراء المشاركة في البطولة. هذا وتتواصل البطولة حتى غدا السبت، والتي من المؤمل أن تتواصل الإثارة والتنافسية فيها بين جميع المشاركين.